الاتفاق بشكل نزيه، بل يرغب بأن يستمر بكل ما في وسعه تقترب روسيا كما هم يأملون من الهزيمة الاستراتيجية التي سيلحقونها بنا كما يرغبون. وبالتالي فنصيغة زيلينسكي لم ننظر بها بشكل جدي، ونحن حتى نستغرب من يصدق بهذه المبادرة. أما فيما يخص المبادرات الأخرى بما في ذلك مبادرة المستشار الألماني شولز بأنه لا بد من البدء بالمفاوضات، وكذلك المبادرة عن أنه لا بد من أن نحل مسألة الأراضي على حسب الوضع الحالي. الحديث لا يدور عن الأرض، فالمسائل غير الخاصة لا تحل بهذه الطريقة، و فلا بد من يتم التعامل مع المواطنين الذين حرموا من لغتهم الروسية ومن ثقافتهم ومن دينهم، أن يتعاملوا معهم باحترام كما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وتلك الأفكار التي تدور حول مبادرة زيلينسكي بأنه لا بد من وقف العمليات القتالية والتنفيذ القانون الدولي، والمقصود هنا الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية. القانون الدولي لا يتحدث فقط عن ذلك، فوحدة الأراضي يمكن أن تؤمن وتحفظ في تلك الدول التي تمثل فيها الحكومة كامل الشعوب التي تعيش على هذه الأراضي. فنحن نعلم أنه بعد الانقلاب في كييف الحكومة الجديدة لم تمثل القرم ودنباس والمناطق الشرقية، وبالتالي لا بد من الحفاظ هنا على حقوق الإنسان بغض النظر عن العرق واللغة والدين. وهذا هو مضمون الأزمة الأوكرانية، لأنه بعد الانقلاب في أوكرانيا ومن تحدث باللغة الروسية تم القضاء عليه، وتم فرض حظر على استخدام اللغة الروسية في كل مجالات الحياة بما في ذلك في التعليم ووسائل الإعلام والفنون، وكذلك في المعيشة اليومية. وكذلك إضافة لتلك القوانين التي اتخذت في حظر اللغة الروسية، تم اتخاذ قرار من قبل زيلينسكي بحظر المفاوضات مع روسيا، وكذلك حظر الكنيسة الأرثوذكسية. نحن لم نرى أي مبادرة من مبادرات الزملاء الذين بحسن نية يقدمونها تمس رفع الحظر عن استخدام اللغة الروسية. وقد تحدثت اليوم مع زملائي من البرازيل والهند كونهما يبديان اهتمام كبير للعون في حل هذه المشكلة، ولكن المسألة الرئيسة تكمن بأنه عندما يعتبر الناس إرهابيون لأنهم رفضوا الاعتراف بالانقلاب، وبعد الانقلاب كان هناك قرار بالقضاء على كل ما هو روسي، وهذا ما نلفت انتباه زملائنا إليه. وقد تحدثت مع الزملاء بأنه دون النظر بجذور هذه المشكلة لا يمكن حلها، والنتائج هنا يمكن أن تكون إيجابية، وخاصة بنظر بمبادرة الرئيس شي جين بينغ، والذي تتحدث هذه المبادرة أنه يجب النظر في أي أزمة من الأسباب الرئيسة والجذرية التي كانت بداية لهذه الأزمة، وهذا يمس الأزمة الأوكرانية و
عندما يتم النظر في الأسباب الرئيسة يمكن حلها وإلغائها. طاب يومكم. قناة روسيا الأولى، ولقد ظهرت المعلومات في الإعلام أن السعودية قد تكون منصة للمؤتمر السلمي حول أوكرانيا، وهل تنظر موسكو في هذه الإمكانية، وهل تمت مناقشة هذا السيناريو اليوم، وما يعني كلمات الرئيس أن هذا الأمر غير مطروح؟ لا يدور الحديث عن مكان الاجتماع والمشاركين في الاجتماع، ويدور الحديث عن موضوع الاجتماع. وإذا تحدثنا عن تبادل الأراضي وهذا أمر غير جدي، وأكرر مرة أخرى أن المشكلة ليست في الأراضي وهي في حقوق المواطنين الذين تعرضوا للانتهاكات، ولا تتحدث أي مبادرة معروفة على ساحة الدولية عن هذه الحقوق. وعندما رأينا استعداد الجانب الآخر لحماية حقوق هؤلاء المواطنين وهذه الحقوق التي يناشد الغرب بها في أي المبادرات إلا هذه المبادرة، فإذا رأينا هذا الموقف سنناقشه وسنجري المفاوضات. ولذلك علينا أن نتحدث عن موضوع المفاوضات، ويجب على كل واحد أن يدرك هذا الموضوع ويدرج هذا الموضوع إلى عمله. في ظل تطور الأوضاع في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي فالنزاع في أوكرانيا، هناك مواقف تقول إن النظام العالمي لا تتحمل ولا تنفذ وظائفه، هو ما هي البدائل لهذا النظام العالمي الأمني؟ كل المبادئ اللازمة لضمان الأمن العالمي متوفرة في ميثاق الأمم المتحدة، ولكن هذه المبادئ لا تنفذ من قبل زملائنا الغربيين الذين قرروا فرض هيمنتهم على كل المؤسسات الدولية على أيدي الآخرين، وذلك يجري عبر خصخصة الأمانات العامة في المؤسسات العالمية، مثل ما رأينا في منظمة التعاون والأمن في أوروبا. ولذلك نرى نفس المحاولات في الأمم المتحدة، وكل الوظائف المؤثرة في الأمم المتحدة المتعلقة بالوظائف المعلومات والإعلام والرقابة، وعينت الدول الغربية ممثليها في هذه الوظائف. ولذلك يتم تقديم التقارير في الأمم المتحدة فيما يصب على شكل يصب في مصلحة الدول الغربية. فنحن لفتنا مرارا وتكرارا الاهتمام إلى المعايير للمنظمات العالمية، ومن المعايير الأولى هو التمثيل العادل من حيث الجغرافيا. ولكن الغرب لا يرغب في تنفيذ والارتقاء إلى هذه المعايير. أما المنظمات الدولية حيث تقوم الدول بتبادل الآراء حسب الفكرة المؤسسية الأمم المتحدة، لابد من أن تكون هذه المنصة منصة لتبادل الآراء ولإيجاد التوازن على الساحة الدولية، ولكن الغرب لا يرغب في التوازن. وفي هذا السياق نرى نفس العمليات في مؤتمر برايتنبورغ وفي منظمة التجارة العالمية، وحيث يقوم الغرب
الغرب بكل ما في وسعه تحت القيادة الولايات المتحدة لكي يكون الوزن الحقيقي للجنوب العالمي والشرق العالمي في كل الأمور اللوجستية والتجارية والاقتصادية العالمية، لا يكون لا يعكس في توازن الأصوات ضمن هذه المنظمات. ولقد نضجت مثل هذه الإصلاحات منذ فترة طويلة ولكن لم تتحقق بعد. وهذا المبدأ الذي يتبع به الغرب بعد التسعينات، وكل هذه المبادئ بما في ذلك حرمة الملكية الخاصة والتنافسية النازحة في الأسواق، كل هذه المبادئ تم انتهاكها من قبل الغرب نفسه. والدولار يستخدم كسلاح ويحاولون كبح روسيا من خلال العقوبات الغير شرعية. وهذه العملية التي نراها الآن هي النزعة الأولى، وكل دولة تعرف أنه لو كانت واشنطن غير راضية من سلوكها، ورأينا أمثلة لذلك في الكثير من أمور، وحتى الصين تتعرض لمثل هذه التصرفات من قبل الغربية، حيث تعاقب الصين على تقدمها التقنية على بعض الدول الغربية. وفي هذا الصدد نسعى إلى تعزيز موقفنا في المنظمات الدولية وتعزيز المنظمات شنغهاي للتعاون وآسيان وغيرها من الدول من المنظمات الدولية. ولقد تحدثنا اليوم أن هذه المنظمة آسيان التي تقع في آسيا وهي واعدة للغاية من وجهة النظر تنسيق المواقف المشتركة العالمية في إطار ما سماه الرئيس بوتين كشراكة أوراسية الكبرى. وهذه المنظمات ربما ستكون مناسبة لإقامة الهيكلية الأمنية العالمية المشتركة التي لن تكون جزءا من المعادلة الأورو أطلسية المفروضة من قبل الولايات المتحدة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي. والآن أصبح الاتحاد الأوروبي بعد ما وقعت الاتفاقيات مع الناتو جزءا لا يتجزأ من هذه الهيكلية الأورو أطلسية، ونحن نسعى إلى أن تكون القارة الأوراسية الغنية بالموارد والغنية بالقدرات تقرر دول هذه القارة مصيرها بنفسها، وهذا ما تحدث عنه الرئيس بوتين. ولكننا لا نغلق الأبواب أمام أي واحد، ونحن مستعدون للتعاون مع كل واحد في الفضاء الأوراسي على أساس المساواة وعلى أساس النزاهة دون أي أدوات قاذرة. وفي غيرها من المناطق حيث مثلا في إفريقيا، حيث يحاول الاتحاد الأفريقي تعزيز مواقفها وحيلولة دون نهب الموارد وإخراج الموارد الغنية الأفريقية إلى دول الغربية. وكذلك في أمريكا اللاتينية وخاصة بعد وصول الرئيس لولا، نرى نفس العمليات التكاملية بين سيلاك والمجتمع الدول الكاريبي، وكل هذه العمليات تعكس على المستوى العالمي. ونرى الاهتمام المتزايد بأنشطة مجموعة بريكس التي توسعت حتى الآن من 5 أعضاء إلى 10، ولقد تلقت العديد من الطلبات للانضمام من الدول الأخرى. وهذه العملية تعتبر
قوة محركة أساسية في إطار عملية نزع العلماء، ولكن لا نغلق الأبواب ونسعى إلى التعاون في إطار الأمم المتحدة وندعو لهرب العدم من استخدام هذه المنظمة لتقديم الاتهامات الكاذبة، وكذلك نشير إلى الدور الفعال في مجموعة العشرين، حيث تضم هذه المجموعة دول البريكس ودول الغربية، وهناك انقسام متساوي لأن 10 أعضاء المجموعة العشرين يتبعون السياسات الغربية وعشرة أعضاء يدافعون عن مبادئ بريكس. وحتى لماذا ذكرت هذه المنظمة؟ لأنه حتى خلال الأزمة الأوكرانية تمكننا من في إطار هذه المنظمة إيجاد بعض المواقف الإيجابية في البيانات الختامية للقمم للمجموعة العشرين حول المسائل الأمنية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، وخاصة رأينا ذلك في البيان الختامي للقمة 23 في نيودلهي، حيث تم ذكر أن التصوية السلمية والأمن الغير متجاوز المتطبقة على كل النزاعات في العالم، ولذلك نرى أن هذا المنهج وهذه المقاربة لقد ثبتت في المجموعة العشرين، ويمكن لغيرها من المنظمات أن تأخذ بهذه الخطوة. الوسائل الإعلامية تقول بأنه مصر والسعودية وقطر ترغب بأن تطلب من حماس بأن إما توقع على اتفاقية وقف إطلاق النار أو غيرها، ولكن هناك من يحفز على عدم الموافقة، فكيف يمكن لروسيا أن تشارك في هذه الصيغة؟ الولايات المتحدة ترغب بالحفاظ على هيمنتها في أي مسألة في الشرق الأوسط، وكون هذا الموقف فاشل فقد تأكدنا من ذلك من خلال مناقشاتنا مع زملائنا وشركائنا من دول الخليج العربي، فإن الإنذار إما أو يكون دعوة للاستمرار في سفك دماء، والمبادرات التي قدمتها الدول في الأمم المتحدة بما في ذلك مبادرة الروسية تم وقفها وإعاقتها من قبل الولايات المتحدة. أما فيما يخص الخطة الثلاثية البنود التي قدمها بايدن يتم تجاهلها من قبل إسرائيل، وعندما يعمل الوسطاء الخارجيين ومن بينهم مصر وقطر عندما يقدمون شروط عقلانية ومبادرات عقلانية تقوم السلطات الإسرائيلية بتقديم شروط مقابلة، ولا بد من الوقف السريع والفوري للنار وعدم نسيان أن جذور المشكلة تكمن بأنه عدم تسوية هذا الصراع على مدى 80 عاما لم يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية، وقد تحدثوا عن ذلك. وفيما يخص بموقف روسيا بعد 7 أكتوبر من العام الماضي، نحاول تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وكان لدينا محاولات للحصول على هذا القرار ولكن الولايات المتحدة كانت تعيق اتخاذه، والولايات المتحدة والدول الغربية قامت بتحطيم رباعية الوساطة الدولية التي كانت تدخل فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتحاول هذه الدول بفرض بعض التصحيحات على عمل الرباعية، ولكن
لا بد من العمل مع أطراف الأزمة. نحن نعمل مع كل القوى الفلسطينية وكذلك نعمل مع إسرائيل ومع إيران وغيرها من دول المنطقة وكذلك مع الأطراف اليمنية كافة، لأن الأزمة الفلسطينية قد تطور إلى صراعات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وكذلك في البحر الأحمر، وبالتالي هناك من يرغب بإثارة حرب إقليمية أوسع، وهذا ما يجب علينا أن نتصدى له. وخطواتنا التي قمنا باتخاذها قبل أحداث أكتوبر وهي مساعدة الفلسطينيين لتوحيد صفوفهم لتتمكن حماس وفتح التي يمثلها الرئيس الحالي محمود عباس أن تبتعد عن الاختلافات، وقد دعونا كل الأطراف الفلسطينية إلى موسكو وتحدثنا بأن الوحدة الفلسطينية لا تعتمد ولا تتأثر بأحد إلا بالفلسطينيين بأنفسهم، وبالتالي تم اتخاذ بيان مشترك في موسكو من قبل جميع الأطراف الفلسطينية فتح وحماس والجهاد الإسلامي بالاتحاد على أساس منظمة التحرير الفلسطينية، وهذه خطوة إيجابية ولكنها ما زالت غير منفذة حتى الآن. بوريس إيفانين من روسيا 24، والسؤال عن بريكس حيث تترأس روسيا في هذا العام، كيف يجري استعداد لقمة بريكس في قازان في أكتوبر، وهل تتوقعون توسع منظمة بريكس خلال هذه القمة، وكيف ساهمت السعودية في عمل مجموعة بريكس رغم المعلومات في الإعلام الغربي أن بريكس أن السعودية لا ترغب في الانضمام والعمل ضمن بريكس؟ بريكس تتطور بنجاح ورئاسة روسية تساهم في ذلك بكل ما في وسعنا، ونحن أجرينا أكثر من 100 فعالية على كل المستويات وفي كل المجالات من نشاط مجموعة بريكس في الاقتصاد، في السياسة، وفي الثقافة والتعليم والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، وسيتم إعداد حزمة كبيرة من الوثائق لهذه القمة، وإحدى مواضيع القمة في قازان هو توسيع بريكس، وقبل كل شيء بموجب التعليمات من قبل رؤساء الدول لتحضير المعايير لفئة الدول الشركاء، وهي الدول التي ستشارك في كل الفعاليات تقريبا على مستوى منظمة بريكس. أما طلبات الانضمام فهناك عدد كبير من مثل هذه الطلبات، ولكن نحن لا نستعجل في هذا الأمر، ويجب النظر إلى كل الطلبة بالانفراد، ستتم مناقشة هذا الموضوع بين رؤساء الدول في القمة، وطبعا سننظر إلى هذه المسألة في أكتوبر. فيما يخص السعودية فتم دعوة السعودية كما هو الحال مع دول الأربعة الأخرى إلى قمة بريكس، ولا أعرف